القصد والنعمة، ده كان موضوع الصباح بالنسبة لنا، التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية، وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل، الذي جعلت أنا له كارزا ورسولا ومعلما للأمم. لهذا السبب أحتمل هذه الأمور أيضا، لكنني لست أخجل، لأني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا. أنت تعلم هذا، أن جميع الذين في آسيا ارتدوا عني، الذين منهم في جلس وهرمجانس، ليعطي الرب رحمة لبيت أونيسيفوروس، لأنه مرارا كثيرا أراحني ولم يخجل بسلسلتي، بل لما كان في روميا طلبني بأوفر اجتهاد فوجدني. ليعطيه الرب أن يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم، وكل ما كان يخدم في أفسس أنت تعرفه جيدا. شكرا للرب. أرجو أن أنحني أمام الرب ونصلي. أبانا السماوي، نشكرك نمجدك يا رب لأجل كتابك المقدس العجيب وكلمتك الصالحة ووعد الحياة. نشكرك يا رب لأجل كل ما سطر في كلمتك لأجل إعلان الخلاص، لأجل تكميل الجسد، لأجل قيادة الرأس، لأجل الحياة الأبدية. يا رب نشكرك نمجدك نعظمك. هبنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان. تكلم إلينا يا رب، فنحن عبيدك سامعين. شكرا لك المجد. آمين. موضوع تأملنا هو، أنا أتذكر أن كان هذا العنوان سابقا خدناه ربما مرة أو أكثر، لكن على حال هو أنسب عنوان لموضوعنا النهاردة، هذا العنوان وعد الحياة. وعد الحياة مذكورة في بداية الأصحاح الأول من رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس، في العدد الأول من الأصحاح الأول. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح. العدد الثاني كمل إلى تيموثاوس الابن الحبيب. نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والمسيح يسوع ربنا. الكلام الأول بنقراه في أغلب مقدمات بولس، ده المقدمة على الإصحاح الأول وأول ما ابتدأ به بولس في الكتابة. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله لأجل وعد الحياة، أي إن بولس اختاره الرب ليكون رسول يسوع المسيح بمشيئة الله، يعني بناء على اختيار الله، بناء على قصد الله،
بناء على القصد والنعمة، فكر الله، تدبير الله، خطة الله في وجود هذا الإنسان. طبعا بصراحة خطة ممتازة رهيبة، يعني كمل الرسل بطريقة لا توصف. بولس رسول يسوع المسيح مشيئة الله لأجل وعد الحياة. يعني إيه لأجل وعد الحياة؟ ومتى جاء هذا الوعد بالحياة؟ أول مرة نطق بها الرب بهذا الوعد للحياة كان في جنة عدن، ودي أقوى مرة وعد بها الرب وعد الحياة. قبل هذا الوعد كانت الكلمة المقالة لآدم: من كل شجر الجنة تأكل أكلا، لكن من شجرة معرفة الخير والشر إن أكلت منها موتا تموت. هنا كان في إنذار بالموت، لعل آدم يخاف من هذا الإنذار، لعل حواء تخاف من هذا الإنذار، فيبقى تلقائيا مفيش موت، لأنه إن لم يأكل مفيش موت. إن أكلت من يوم أن تأكل منها موتا تموت، يوم ما تأكل هتموت. إيه اللي حصل؟ كان مخيب للانتظار الإلهي، وربنا ما عندوش خيبة، ما عندوش، عامل حساب لكل حاجة. ربنا لا يقهر، لا يهزم، ما عندوش أوبس بالأمريكاني خالص، كله مدبر. فلما جاءت الحية إلى حواء وخدعتها، خدعة مكر، خدعة مكر. عشان كده أي دين يقوم على الخدعة هو من الشيطان. وإحنا عندنا دين كبير قايم على الخدعة، الحرب خدعة، ودي رسمت كل السلوكيات في هذا الدين من أول الكبير لأصغر واحد. وحاليا العالم كله في الخدعة دي. فحينما خدعت حواء وأعطت رجلها فأكل، فصار الحكم بالموت بناء على قرار الله السابق، بناء على إنذاره السابق: يوم أن تأكل منها موتا تموت. لذلك لما سمع آدم وحواء صوت الرب الإله ماشي في الجنة عنده بريح النار اختبأ من الموت، موت. أولا لما كلوا شعره الخزي اللي احنا فيه ده، العري ده، القرف ده، لأنه بينظر لمراته مش في نور قداسة الله، بينظر لمراته في نور الشيطان، مش نور، في ظلمة الشيطان، علم أن عري القرف دي، فاختبأ خلف الأشجار لما سمع صوت الرب الإله. لولا أن الرب أراد يكشف الأمر، لأنه أراد أن يعطي وعد الحياة. آدم أين أنت؟ سمع صوتك فخشيت، لأني عريان فاختبأت. من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ المرأة التي أعطيتني هي أعطتني منها فأكلت. المرأة دافعت عن نفسها: الحية غوتني فأكلت. وعد الحياة، تتخيل أعطي لمين؟ لا لآدم ولا حواء، أعطي للحية عشان يفرسها ربنا، لأن الشيطان ينتظر الآن أن يموت الإنسان بناء على كلمة الله: يوم أن تأكل منها موتا تموت. ملاش تفسير تاني، يوم أن تأكل منها موتا تموت. أكل يحصل إيه؟ موت. لكن الشيطان لم يكن يعلم أنه قبل الأزمنة الأزلية دم يسوع المسيح معروف قبل تأسيس العالم، والدم يشفع في الإنسان. نعم حكم موت صدر،
ونفذ، لكن بعد فترة من الوقت. فتشفع دم المسيح لقضاء الله، هو طبعا الله الآب والابن والروح القدس، للقضاء الإلهي أنه يطرد آدم من حضرة الله بعد أن يلبس أقمصة من جلد، فتكون له فترة إلى أن يؤخذ آدم من الأرض، أنه يروح يطرد إلى الأرض. في هذه الفترة إن تاب آدم، إن ندم آدم، إن رجع إلى الله ينال وعد الحياة. إيه دي، عرفناها إزاي دي؟ ما قالش الرب الكلام ده كله، لا قاله بس باختصار شديد جدا. قاله لمين؟ للحية. ماذا قال الرب للحية ويحكم عليها؟ وده كان أول حكم على الحية، ترابا تأكلين كل أيام حياتك، وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. يعني إيه؟ يعني المرأة هتخلف، مفروض تموت دلوقتي، لا هتخلف. ليه؟ هذا هو وعد الحياة، المرأة هتعيش، هتعيش وعاشت، آدم هيعيش، عاش وخلفه. تصور أنه قايين اقتنيت رجلا، هو ده اللي هيكون، ان هو يدوس رأس الحي، طلع مش هو، قتل اخوه. لكن وعد الحياة انه توجد حياة للخاطي، توجد حياة للمائت، توجد حياة للمطرود، توجد حياة للذي اخطأ وعوج المستقيم. وبولس مرسل من الله مع غيره من كل الأنبياء وكل القديسين وكل الرسل، وإحنا كل إرسالية لأي إنسان إرسالية من الله مش من الشيطان، كل إرسالية من الله لأجل هذا الوعد، أن يتم هذا الوعد، وعد الحياة. مع أننا أخطأنا، لكن المسيح أكمل وعده لنا بأنه أحيانا مع المسيح. إذ كنتم بعد أموات بالخطايا أحياكم مع المسيح. وعد الحياة، وعد الحياة أن الخطأ ليس نهايته موت وخراب ودمار وفشل وعار إلى الأبد. الخطأ له علاج، ليس إنسان لم يخطئ لأنه سالم نفسه للشيطان فالشر دخل فيه، تعجن بالشر خلاص، العناد دخل فيه، رفض الله وبقى إنسان خاطي. مولودين إحنا بالإسم، صورنا بالخطيئة حبلت بينا أمنا، ده إحنا مولودين أموات. إيه الواحد يعمله عشان يروح جهنم؟ ده مش حاجة خالص، أنت رايح جهنم، أنا رايح جهنم طبيعي تلقائي. المطلوب مني أني أتمتع بوعد الحياة حين يزن أصبح حي ويذهب الموت عني وإلى الأبد لأجل وعد الحياة. ولأجل هذا يكتب بولس تيموثاوس الكلام ده، أنا يا تيموثاوس بكلمك بناء على إرسالية الرب لي بمشيئة الله، أنا بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح. ما فيش حياة خارج منه خالص، ما فيش حياة خارج منه خالص. من الأمور التي يعني الله ما يحبش يسمعها أبدا، إنه كل الطرق تؤدي إلى روما، يبقى كل الطرق تؤدي إلى السماء. ده عشان إيه؟ نجمع الناس مع بعض عشان ما نعملش تفرقة لأجل حقوق الإنسان. حقوق الإنسان دي هنا في الأرض، إيه حقوقه؟ ما فيش حقوق. حقوق إيه الإنسان؟ قول لي يا فلان إيه حق الإنسان في الأرض؟ إنه يعيش ويتعلم بتاعه وبعدين يموت، حق إيه ده؟ هو الإنسان هيعيش على طول على طول على طول؟ حقه يتعالج. طب بعد ما يتعالج، في ممكن واحد يتعالج 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 لـ 200 سنة 300 سنة؟ ما فيش.
في أيام سنون الإنسان، بتنقضي خلاص انقضى الإنسان، واحد حقه يشتغل يتاجر. طب وبعدين مين يشيل الموت؟ الإنسان ليس له حقوق لأنه ميت، أموات بالذنوب والخطايا. الحق الوحيد للإنسان أنه يقبل يسوع فيخلص من الموت بس، وهذا بالحياة الأبدية، ده الحق الوحيد المطلوب. أنا هو الطريق والحق والحياة. فيسوع المسيح أرسل بولس يقول لهم وعد الحياة أنهم يقبلوا بعد الحياة بيسوع المسيح، مش كده ولا إيه الآية بتقول؟ لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح، ما فيش في غيره حياة، ليس بأحد غيره الخلاص. لك وعد الحياة يا إنسان، إزاي؟ تقبل يسوع المسيح فتخلص. سجان فيليب جاء لبولس وسيلة، ماذا أفعل يا سيدة لك لا أخلص؟ آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. حصل في تلك اللحظة، حصل هو بيته كله خد وعد الحياة. إيه حاجة في منتهى العجب، من ضمن الفكاهات حاجة اسمها تأمين على الحياة. يعني إيه تأمين على الحياة؟ يعني إيه تأمين على الحياة؟ يعني ممكن أدفع تأمين بحيث أنا أصبح حي الأبد؟ أنت مجنون ولا إيه؟ وما ليه التأمين ده؟ عشان أولادك يورثوا شوية فلوس. طب وأنا إيه دي تهمني فيه؟ طب ما أنا أحط لهم فلوس في البنك. إيه معنى التأمين ده؟ لا معنى له، لا معنى له، غير إنسان مسرف في حياته عايز يتمتع يتمتع يتمرقع، فمش عارف عياله هيعيشوا ازاي، يروح يعمل تأمين عشان لما يموت عياله، لما توفر لهم فلوس البنك وخلاص. كل واحد بيته يتصرف بنفسه. لكن ايه معنى تأمين على الحياة؟ هو تأمين على الموت، على الجنازة بس. وانتشرت التأمينات على الجنازة، الجنازة اللي بتكلف دلوقتي 6000 و7000، اقل حاجة 6000، اكتر حاجة 30-40 ألف في امريكا وكندا والحتت دي. وفر لها من دلوقتي ليه؟ عشان تعرف تموت. حاجات عجب، حاجات عجب يا اخي. روح الدفن في السودان، مش انا بتكلم عن نفسي، ان انا هنا السوداني، هناك السودان بتكلف الدفن كم؟ 3 تعريفة حفره ويرموا خلاص، ده مش فلوس هناك. حاجات تامين، تامين تحس الواحد هيعيش الابد بالتامينات دي، تامينات تامين 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 تامين. كل ده كلام فارغ لجمع فلوس، دي تجارة بيتاجروا فينا الناس أو بيتاجر فينا الشيطان. الحياة الأبدية لا يمكن نوالها أو أن الإنسان يستمتع بحياته هنا باعتباره ابن للرب إلا في يسوع المسيح. يسوع المسيح هو الحامي لنا، يسوع المسيح هو الفادي لنا، يسوع المسيح هو الذي دفع الثمن لأجل خلاصنا، يسوع المسيح هو ضامن لنا الحياة الأبدية، هو الضامن الذي ابتدأ معكم عملا صالحا قادر أن يكمل. هذا هو يسوع المسيح لأجل وعد الحياة. احنا أخذنا الصباح جزء وهنكمله دلوقتي، احنا بقى دي خدنا دي البداية، ده موضوعنا الخدمة وعد الحياة، لكن هنكمل ازاي نستمتع بحياتنا هنا. خدنا الكلام اللي قاله بولس الرسول لتيموساوس، ويشترك في احتمال المشقات، وان في قصد الهي لوجود تيموساوس وخدمة تيموساوس، وفي نعمة لتيموساوس يكمل خدمته. فنقرأ الآية اللي هي 9 اللي كانت موضوع فيها موضوعنا الصبح، ونكمل بعد كده. الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. إمتى أعطيت لنا؟ إمتى كان قصد الله؟ إمتى كانت نعمة الله علينا؟ الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. القصد قبل الأزمنة الأزلية، والنعمة معطت لنا قبل الأزمنة الأزلية.
طب وبعدين حصل ايه بعد كده؟ ناخد بالنا، هبتدي بقى يعني الجزء الثاني من تأمله. وإنما أظهرت الآن، إمتى أظهر القصد؟ في العهد القديم كان ظلال خالص، ظلال. ليه؟ لأن العهد القديم كان مطلوب منه أن يعيش في اقتراب مقدس إلى الله بحسب قدرة الإنسان وعمل الإنسان، لأن الناموس بيقول الذي يفعلها يحيى بها. ليه؟ لأنه لما أكل الإنسان من شجرة معرفة الخير والشر، يعني معرفة الخير والشر، الشجرة ما اسمهاش شجرة الشر، لا، ولا شجرة الخير، لا، لا هي كده ولا كده، ما هي معرفة الخير والشر. يعني كده الإنسان بقى صار عارف، زي ما ربنا حكم، قال الرب صار مثلنا، عارف الخير والشر. طب عارف الخير والشر يعني إيه؟ يعني دلوقتي الإنسان صار مثل الله بالضبط، زي ما قالت الحية الحواء، هو حصل فعلا، صاروا مثل الله، عارفين الخير والشر. إذن لابد أن الإنسان يأخذ فرصة لنجاحه أنه يتبع الخير. ما هو قال أنا أعرف الخير والشر، هو قبل هذا، يعني قبل هذا التحدي أنه يعرف الخير والشر ويتبع الخير. فربنا قال أقول لك الناموس بتاعي وعيش فترة، وده اللي حصل. الرب كلم إبراهيم، كان لسه ما جاش الناموس، وكلم إسحاق، وكلم، بدأ الموضوع التسلسل من إبراهيم. آمن إبراهيم من الله فحسب له برنا، قال له طيب خليك في شريعتي، قالوا شيء من شبه الشرائع، لسه ما جاتش الشريعة بالضبط يعني. أقام مذبح للرب، يضرب اسم الرب، وهكذا مع إسحاق، وهكذا مع يعقوب، ونجح شوية، وإبراهيم وفشل، سامحوني شويتين، في موضوع هاجر ومصر، وقصص كثيرة في حياة الكل، إسحاق، إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكلهم، ما عدا بعض الشخصيات كده أفرزوا لأنه هم يعني خاصة قوي، محبين قوي لأجل تشبههم بالمسيح، زي يوسف يعني، تشبههم بالمسيح، فصاروا كأنهم بلا خطيئة، لكن ما فيش حد بلا خطيئة. فإيه اللي حصل؟ الإنسان عرف الحياة وعرف الموت، وما حدش قدر يسلك في الحياة. يسلك في الحياة يعني لا يخطئ، ما حصلش. أمال الجميع حصل لهم إيه؟ زاغوا وفسدوا وعواصهم مجدل. يعني زاغوا يعني يوسف زاغ في إيه؟ الآية بتقول الجميع زاغوا وفسدوا معا وعوزهم مجد الله. يعني ايه عوزهم مجد الله؟ في الترجمة الانجليزية واضحة قوي انه هم بقوا شورت عن مجد الله، يعني هم اقل من مجد الله. طب يوسف اقل من مجد الله ولا وصل؟ ما وصلش. ومين يوصل؟ مين يوصل؟ ما هو الحياة هي ان الانسان يكون كامل مثل الله. مين بقى كامل؟ صالح مثل الله. مين بقى صالح؟ ولا حد. صحيح ان يوسف اكتر احسن كتير طبعا من اخواته، واحسن من ابوه، واحسن من جده، واحسن من جد ابوه، احسن من ابراهيم طبعا بلا شك، حياه مقدسه جدا. لكن ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف كلهم اقل من مجد الله، وكل البشر اقل من مجد الله. فالإنسان لما أكل من شجرة معرفة الخير والشر استعبد للشر، الدرجة تختلف لكن مستعبد من الشر، لأن القصر عن مجد الله كله قصير مش قادر يوصل، بس بنسب مختلف، يبقى الكل هالك. لذلك تأتي الكلمة الكتابية إن احنا كنا قبلا أموات بالذنوب والخطايا، كنتم قبلا أموات بالذنوب كل البشر. نعم، أعلنت الحياة الأبدية فين؟ إمتى شفناها؟ ده اللي ما بيقول هنا الكتاب، يقول بل الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا،
هو موضوع الصلح، بل مقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. أظهرت إمتى بقى؟ لا أيام يوسف، مقدس جدا، ما ظهرتش، ولا أيام دانيال، ما ظهرتش، ولا أيام يوشيا، ولا أيام الملوك الحلوين أبدا، كلهم أقل من مجد الله، وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح. بس الآن جاء الباب إلى العالم، الآن وعد الحياة قد تم، الآن جميع الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. إمتى؟ في يسوع المسيح، غيره لا، ولا واحد خلص من العهد القديم بناء على أعماله. بالإيمان حيوها من بعيد، إبراهيم خلص، وموسى خلص مع أنه تحت الدينونة خلص، وكل القديسين خلص، ومجموعة كبيرة جدا من الكتاب ما ذكرهمش كلهم من العهد القديم خلصوا. ليه؟ لأنهم كانوا ينظرون المدينة ويحيوها ويباركوها وينتظروا مجيء الرب. إمتى الرب يجي؟ وجاء الرب وأكمل العمل على الصليب، تم الخلاص، هللويا رنموا. قال يسوع قد أكمل، أي وعد الحياة الآن قد أكمل. إزاي بقى؟ لأن دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية، ولأن كل الذين قبلوه، قبلوا المسيح وقبلوا خلاص المسيح، أعطاهم الله سلطان أن يصيروا مين؟ أولاد الله. ما خلصت خلاص، خلصت. هو بكرا يسوع المسيح بين إخوة كثيرين، فإحنا داخلين على حسابه هو، لأنه غفر خطايانا وطهرنا وقدمنا لأبها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الله. يا سلام، الحياة في المسيح يسوع، ولا حياة خارج المسيح يسوع. وأعلنت الحياة بصليب ربنا يسوع المسيح، وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح. إزاي؟ يقول لك خد بالك يا تيموساوس، الكلام ده كله تيموساوس، الذي أولا أبطل الموت، أبطل الموت على كل الناس، لا على الذين قبلوه بس. استفانوس لم يموت، يقول كده، وإذ قال هذا رقد. نعم، من آمن بي ولو مات فسيحيا. الموت لا سلطان على المؤمنين، لا سلطان له على المؤمنين. من إعلان وعد الحياة، إعلان الصليب، خلاص المسيح، كل من يؤمن لا يموت إلى الأبد، واللي يرقد له وقت ليقوم جسدا وروحا ونفسا، بس جسد ممجد ليس هو الجسد السابق، وروحا مقدسة لأنها قدست بدم يسوع المسيح، ونفسا مقدسة لأنها قدست وطهرت بدم يسوع المسيح، قيامة جديدة. عشان كده يا أحبائي، في صليب الرب يسوع المسيح قام كثير من أجساد القديسين الراقدين، وظهروا لكثيرين بعد قيامته. وبعدين راحوا فين؟ راحوا الفردوس اللي هم كانوا، اللي كان لسه ما راحوش فيه، لأن المسيح في صليبه فتح الفردوس، فهم قاموا من المكان الانتظار بتاع العهد القديم، دول طبعا قديسي العهد القديم، العهد الجديد لسه ما جاش، قاموا مكان انتظار العهد القديم، حاجه بيسموها الجماعه اليهود اللي هي الهويه العليا، اللي هي شاؤول العليا، وفي شاؤول السفلى. شاؤول دي اللي هي مكان انتظار الاحياء، مكان انتظار الاموات، سواء في العذاب او في الهناء او في الفرح والسلام، دي الهويه العليا. والهويه السفلى مكان انتظار الأشرار في بروفة الهوية، ودي بروفة الفردوس.
فالقاموا اللي هم محقاموا من الفوقانية دي هم القديسين، كثير من أجساد القديسين الراقدين، وظهروا لكثيرين للرب قام. قاموا في الصليب لكن ظهروا بعد القيامة ليعلنوا أن الرب قام. وبعد ما خلصوا مهمتهم، إذا كان يوم اثنين ثلاثة ما افتكرش أكثر من كده بكتير، ذهبوا إلى المسيح في الفردوس. إيه اللي حصل ده؟ اتفتح الفردوس، دخلوا كل العهد القديم، دخل اللص على الصليب وفتح الباب لنا للحياة الأبدية. فين الموت؟ ابتلع الموت. امتى؟ بعدين في الآخر، لكن هنا الموت الآن. إن آمن آمن بي ولو مات فسيحيا، عشان كده ما فيش موت يفزعنا خالص. اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا لي. الحياة هي المسيح والموت هو ربح، وعد الحياة. الذي جعلت أنا له، بولس بيقول، كارزا ورسولا ومعلما للأمم. الحتة الأخيرة هنختم بيها، طب أنا علي إيه؟ أو كان سأل تيموثاوس، كان تيموثاوس يقول طب أنا علي إيه يا بولس؟ بعد ما أنت قلت لي كل حق علي، أنا أعمل إيه؟ قولي أعمل إيه؟ أو أذكركم أن الرب لما كلم شيلي، وأنا واثق أنه كلمها، قال أنا حاجة بسرعة قولي لهم. وأعلنت هذا الخبر لكثيرين، بنت ونشكر ربنا جدا جدا. قلت طب أنا أعمل إيه؟ أنت سألت الرب كده، طب أنا أعمل إيه؟ قالها تقري الكتاب وتعيشي حسب ما تقري الكتاب، تحضر الاجتماعات وتقول للناس ان انا جاي. ده بالظبط انا تيموثاوس بيقول لبولس، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انت اعلنت لي هذه الحقائق الجميله قوي 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 اللي انا شايفها ملموسه ملموسه فعلا. ايه الكنيسه اللي انتشرت في العالم كله ده؟ ايه طب تيموثاوس يعني شاف العالم كله فيه مؤمنين، مش كله آمن، لكن شاف مؤمنين في كل العالم، كنائس في كل الدنيا، هو ماشي ورا بولس. طب أنا علي أعمل إيه؟ ده ختام تأملنا النهاردة. أول حاجة عليك يا تيموثاوس، بولس بيتكلم عن نفسه وأنت عليك تعمل زيه. لهذا السبب أحتمل هذه الأمور أيضا، كل أمور بولس اللي قال له ما تخجلش وما تتكسفش منها، لكنني لست أخجل لأني أعلم هذا الكلام. أنت مساوس جميل أول علم ده، لأني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. يا رب يا سيدي، إيه الوديعة دي؟ نفهمها بعدين لما بيقول له احفظ الوديعة. وانا احفظها ربنا حفظها؟ لا، انت تحفظها بثقتك الكاملة ان الرب قادر ان يحفظ وديعتك، ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. طيب ده شغل ربنا، انت عليك ايه؟ لاني جاي بعديها على طول في العدد اللي بعد اللي بعديها، احفظ الوديعة. تمسك بصورة الكلام الصحيح اللي هو الكتاب المقدس. احباء المؤمن براش كتاب مقدس تايه وضل وتعبان وخربان. المؤمن يبقى لك كتاب مقدس كده جرايد، ضعيف خالص خالص، 100% أعرج بين سكتين، مش فاهم حاجة خالص في حياته. يعني فين القراية بتاعت الكتاب؟ فين العيشة مع الكتاب؟ فين العجينة مع الكتاب؟ تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني، اللي هو اتكتب بعدين في الرسائل كلها، مش بس لبولس ولبطرس وكتبة الأناجيل، كل الكتاب المقدس والعهد القديم والجديد. تمسك بهذا، حينئذ تقدر تحفظ الوديعة. الوديعة اللي هي انت بتقول رب عالم انه قادر، بالظبط ربنا قادر يحفظ وديعتك، بس اداك الكتاب عشان تجاهد، لان لو ما جهدتش الجهاد الحسن انت مساوس هتتعب هتخرب. دي انت مساوس الثانية اللي في اخرها قال بولس ايه؟ قد جهدت الجهاد الحسن، حفظت الايمان، اكملت السعي، اخيرا قد وضع عليك للبر. احفظ الوديعة يا تيموثاوس، الوديعة نفسك الغالية
نفسك الآلية احفظها طاهرة. إزاي احفظها طاهرة؟ لا تنجسها إطلاقا ولا بأي ابتعاد عن إرادة الله في حياتك. الرب رسم لك طريقا، رسم لك قصد، أعطاك نعمة لإتمام هذا القصد، استخدم النعمة كاملة لإتمام القصد كاملا في حياتك، حينئذ تحفظ نفسك طاهرة، تأخذ المكافأة القصوى المعدة لك من الله. احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا، أي بكل صراحة المؤمن الجسدي لا يستطيع أن يحفظ الوديعة. هيعيش شوية يجرح نفسه، شوية يتوب، شوية يرجع ورا، شوية يتحرك يمين، شوية يركب مرجحة. ليه؟ يقعد كده كتير قوي زي كورنثوس، أهل كورنثوس، ألستم جسديون بعد؟ إلى الآن مش عارف أكلمكم. كان ينبغي أن تكونوا من طول الزمان عارفين الكتاب، فين معرفتكم؟ كيف لم يتصور المسيح فيكم؟ أنا غرضي أن يتصور المسيح فيكم، سواء بحياة هو بالنسبة له بحياة أو موت، أنتوا كمان كده ناس جادة في معرفة الله، واحد مسيحي مخلص الروح القدس أعطي له، ما بتمتليش بيه ليه؟ ليه عايش في خوف؟ ليه عايش في فزع؟ ليه عايش في انتظار الشيطان يهزم عليك ويدوخك ويتعبك؟ ايه هو ده؟ الرب اعطاك سلطان تدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولن يأذيك شيء ولن يمسك شيء. ايه الرعب ده من الشيطان؟ ايه الرعب ده من ضعفك الروح؟ ما تتقوى بالإيمان بالروح القدس. احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس. إن كانت أعمال الإنسان بعد قبوله الرب روحية بأعلى درجة، ما فيش 100% خالص، لكن روحية بأعلى درجة حسب ما يعطيك الرب، ستعيش منتصرا. ده بطرس قال لك لن تزلوا أبدا. الزلل بيجي من الخنوع، الزلل بيجي من أنها مش قادر بقى أعيش بالكامل يا رب، لازم أفاصل شوية، لازم أعيش شوية، ما ينفعش كل الكلام ده. أنتم لستم من هذا العالم، أنتم أبناء نور، لستم أبناء ظلمة. عيشوا بالروح، عيشوا في الروح، تعجنوا بالرب عجينة ملدوتة بزيت، يصير كل إنسان في جسد المسيح معجون في الجسد، معجون في الرأس، معجون في الروح القدس، مستأثر كل فكرة طاعة الرب. احفظ الوديعة تيموثاوس، احفظ الوديعة، احفظ الوديعة بالروح القدس الساكن جاب بالجمع. احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا، لأن دي مش ساكن فيك أنت بس، الروح القدس ساكن في كل المؤمنين. كلنا نشجع بعض، كلنا نساعد بعض، إننا نكون دائما منتصرين على عدو كل بر، يبذل كل مكر في أن يسقطنا، والرب يرحمنا من هذا السقوط، وأن نعيش مشيئة الرب في حياتنا، ونتغير من مجد إلى مجد كما من الرب الروح، ولإلهنا كل المجد الأبد. آمين. أرجو الرب يكرمنا بترنيمة خاصة نستمع إليها، ثم دكتور نبيل إرتيلي يختم لنا اجتماع بالترنيمة الأخيرة بعد ما نجمع التقدمة. Hallelujah.